قال ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. وهذا دليل أن منهج السلف أنه منهج اتباع تأسي بأهل العلم، فلما لم يكن في هذه المسألة إمام يتبع ويرجع إلى قوله من الصحابة والتابعين رجعوا إلى قول الإمام أحمد، قال وفيه الكفاية. وهذا دليل على رجوع العلماء إلى الأئمة الراسخين فيما يشكل. فالإمام الطبري إمام جليل وهو من العلماء الكبار والأئمة المعروفين، ومع هذا لما جاءت هذه النازلة رجع إلى قول الإمام أحمد، قال وبقوله نقول. هذا دليل العقل ودليل الفقه، فإن الإمام أحمد مقدم في هذا الباب، وأطبق الناس على قوله ورجع الناس إلى قوله في هذا الباب، ولهذا حصلت السلامة للإمام الطبري عندما قال هذه الكلمة وارتفعت الفتنة. فهذا فيه عبرة وموعظة لنا إذا ما نزلت نازلة أو عرضت للناس مشكلة أن يرجع طلاب العلم والعلماء الذين لم يترسخوا في العلم أن يرجعوا إلى كلام الراسخين. وهذا طريق أهل السنة في كل نازلة تنزل بهم أن يتوقف الناس حتى يتكلم الكبار والأئمة. وفتنة الناس عندما يتصدر الصغير للفتنة فيقول بقول لا يرجع عنه بعد ذلك، وهذا مثل ما حصل في عهد الإمام الحسن البصري عندما سأل السائل عن أولئك الذين وقعت فيهم الفتنة ووجد القتال، قال ما تقولون في هؤلاء؟ فأطرق الإمام الحسن البصري ولم يجب، فتقدم واصل بن عطاء وقال لا أقول هو مؤمن ولا هو فاسق، هو في منزلة بين المنزلتين. فقال الإمام الحسن البصري فقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فكانت هذه هي إجابة أهل السنة، ويؤخذ من هذا التعجل والتقدم بين يدي العلماء قبل أن يتكلم. فلو أن هذا صبر حتى تكلم الإمام لا وسعه ما وسع الناس وما وسع هذا الإمام، ولكن التعجل يفضي بصاحبه إلى هذه النتيجة. ثم اعتزل مجلس الحسن البصري فأصبح إماما للفتنة، ونشأت المعتزلة من هذه المخالفة. في هذه الأحداث عبرة ومواعظ للناس كيف أن التعجل يفضي بصاحبه إلى الفتنة وإلى الخروج عن أقوال الأئمة.